السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. إذا كنتو كتشاهدوا القناة أول مرة، مرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد وباش تشجعونا على تقديم الأفضل. الدرس ديال اليوم هو طريقة كتابة الهمزة من الأعلى ومن الأسفل، وطريقة كتابة الهمزة العائمة، وطريقة التشكيل على الحروف. كل هذا غنشوفه في هذا الفيديو. هذا الطريقة الأولى هي طريقة كتابة الهمزة من الأعلى. باش نكتبوا هذه الطريقة هذه، غنكليكيو أو نضغطوا على علامة شيفت. هذه العلامة علامة شيفت، وعلى حرف هاش على هذا الحرف، يعني كما تلاحظون. بالنسبة للطريقة الثانية وهي كتابة الهمزة من الأسفل، باش نكتبوا هذه الطريقة هذه غنكليكو مرة أخرى. الطريقة الثانية وهي كتابة الهمزة من الأسفل، يعني كتابة الهمزة على الألف من الأسفل. كنضغطوا مرة أخرى على شيفت على هذا الرمز وعلى حرف إيكغريك كما تلاحظون، شيفت ثم إيكغريك. بالنسبة للطريقة الثالثة وهي كتابة الهمزة العائمة من الأعلى. هذه الطريقة هذه نكتبوها بالضغط مرة أخرى على شيفت وحرف إن، يعني الضغط على شيفت وحرف إن، حرف إن كما تلاحظون. الطريقة الأخرى وهي كتابة الهمزة على اللام من الأسفل. لكتابة هذه الطريقة تنضغط على شيفت وعلى حرف تي، على شيفت وعلى حرف تي، على هذا الحرف تي كما تلاحظون. الطريقة الأخرى وهي التشكيل على الحروف. بالنسبة للتشكيل على الحروف هناك مجموعة من الطرق. بالنسبة للطريقة الأولى سوف نكتب السكون على الحروف. لكتابة هذه الطريقة سوف نضغط على شيفت وعلى حرف اس، عفوا، وعلى حرف اكس. نضغط على شيفت وعلى حرف اكس كما تلاحظون، شيفت اكس، شيفت اكس. بالنسبة للطريقة وهي التشكيل عن طريق الفتحة، بالضغط على شيفت وعلى حرف دبل في، شيفت وعلى دبل في. نضغط على شيفت وعلى حرف دبل في. سوف نريكم الطريقة مرة أخرى. يعني نضغط مرة أخرى على شيفت وعلى حرف دبل في، شيفت شيفت وعلى دبل في. يعني الألف شيفت وعلى دبل في كما تلاحظون. التشكيل هذا هو التشكيل، يعني عن طريق الفتحة. للتشكيل عن طريق الكسرة نضغط على شيفت وعلى حرف اس، وعلى حرف اس، شيفت اس شيفت هش شيفت وعلى حرف اس أما بالنسبة للتشكيل بالضمة سوف نضغط على شيفت وعلى حرف R، شيفت وعلى R كما تلاحظون، التشكيل بالضمة. بالنسبة للتشكيل بالفتحة على الحرف من الأعلى، تشكيل بالفتحة من الحرف على الأعلى، سوف نقوم بالضغط على شيفت على هذا الرمز شيفت وعلى حرف
وعلى هذا الحرف كو، وعلى حرف كيلو لك كاملة، على الحرف ولكتابة التنوين بالفتحة من الأعلى على الهمزة سوف نضغط على شيفت وعلى حرف دبليو، شيفت وعلى حرف دبليو كما تلاحظون. كان هذا هو درس اليوم، أتمنى أن يعجبكم هذا الشرح، ولا تنسوا الاشتراك في القناة مرة أخرى وتفعيل الجرس من أجل تشجيعنا على تقديم الأفضل، وشكرا لكم.